السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أخطر موضوع، وهو معلومات عن مكعبات مرق الدجاج. هنقول معلومات خطيرة، مكعبات مرق الدجاج تعتبر من السميات، فيها مشاكل كتير جدا هنعرفها من خلال فيديو النهاردة، فتابعوا الفيديو. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلوكوا إشعار بكل فيديو جديد، لايكات كتير للفيديو وشير لكل أصحابكم. اول حاجه مكعب مرق الدجاج، طبعا دلوقتي بقى البديل الاساسي في كل بيت، بيستخدموه في الاكل عشان يوصلوا بالاكل لطعم المطاعم وطعم الاكل الجاهز، وكمان بيستخدموه كوسيله سريعه لتحسين طعم الطعام. لكن المشكله هنا ان الاطباء حذروا من مكعبات مرق الدجاج، لان بيقولوا ان فيها سم قاتل. ان مكعب مرق الدجاج ده بيتعمل من ايه؟ بيتعمل اول حاجه من عظام الدجاج وجلود الدجاج، بالاضافه الى بعض المواد اللي بتتحط له. المواد دي صعبه جدا وخطيره على صحه الانسان. طبعا الاطباء حذروا، قالوا ان من استخدامك لمرق الدجاج باستمرار في الطعام، طبعا ده بيأثر على المدى البعيد، بيسبب للجسم اول حاجه صداع نصفي. والصداع النصفي ده ما بيكونش بس صداع وخلاص، لا ده بيأثر على الدماغ والمخ فيما بعد، وبيسبب كمان مرض الزهايمر. كمان أكدوا ان برضو مرق الدجاج واستخدامه بيأثر على المعدة بشكل خطير جدا، وبيسبب لها أمراض خطيرة، بالإضافة ان هو بيسبب السمنة وبيدمر كمان خلايا المخ. وقالوا ان افضل من المرق الدجاج واستخدام مرق الدجاج في الوجبات بشكل اساسي، ممكن تستعينوا بالتوابل المعروفة، التوابل اللي هي ما بيكونش فيها اي ضرر، زي مثلا الكمون، زي البابريكا، زي الملح، الفلفل، زي ورق اللورة. كل الحاجات دي بتبقى خالية من اي مشاكل. لكن مرق الدجاج بيبقى فيه مواد، المواد دي بتسبب ان هي بتأثر على الدماغ بشكل كبير، بتسبب الزهايمر فيما بعد، بتأثر كمان على صحة الأطفال، وفي بعض الناس بتسبب لهم بعض المشاكل الصحية الخطيرة زي التسمم، لأن بيكون عندهم حساسية من المواد الموجودة في مرق الدجاج. طيب الافضل من ده ايه؟ الافضل زي ما قلنا ان احنا نرجع للطبيعة، ان احنا نستمتع اكتر بطعم الاكل، يعني نخلي الاكل على طبيعته، ما نضيفلوش اي مرق دجاج، ابعده عنها تماما، استخدموا المواد الطبيعية والتوابل الطبيعية اللي ما فيش اي مشاكل منها. زي ما قلنا التوابل الاساسية اللي موجودة في اي بيت هتكون افضل كتير من مرق الدجاج، ومش هتسبب اي مخاطر صحية ليكي ولا لأسرتك ولا لأطفالك، لأن ده ما بيظهرش فيه يعني في وقتها، لكن بيظهر على المدى البعيد وبيأثر على صحة الإنسان بالسلب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايكات كتير للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.